هل صحيح أن هناك حسد أو عين من الجن؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الجن هم يعني مصدر الشر والعياذ بالله. الجن يحسدون ويسحرون ويصيبون، بل بعض العلماء قال حتى بعض البهائم قد تعين، يعني في بعض البهائم قد تعين. فعندك مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العوامر، يعني هي حيات البيوت، إلا ذو الطفيتين المنقط، هذا الثعبان، فإنه يسقط الحمل. قالوا بأن هذا الثعبان سبحان الله إذا نظر إلى المرأة الحامل أصابها بالعين وأسقطت. لكن العلماء يقول هل هذا من نفس الحيوان أم أنه تلبسه الجن فأصاب، هكذا يقولون. ولذلك يقولون بأن هذا الحيوان هو جن تلبسه فأصاب به، أصاب بالعين.